موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن في هذه الأيام مقبلون على أفضل أيام الدنيا، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال: والعشر والفجر وليال عشر. وقال في حقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج في سبيل الله ولم يرجع بماله ولا بنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن العلماء اختلفوا في أفضلية هذه الأيام، هل العشر الأوائل من الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ فهذا يدل على فضيلة هذه الأيام، وقالوا إن أيام العشر الأوائل أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستوجب علينا الشكر، أن الله سبحانه وتعالى مد في أعمارنا وبلغنا هذه الأيام المباركة حتى نغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى. فهي فرصة للتغيير، أن يعني الإنسان يبدأ صفحة جديدة، وأن تكون يعني منطلقا جديدا في حياته، يغير من نفسه ومن سلوكه ومن وضعه، وفرصة للتوبة النصوح لله عز وجل. والمسلم الحق الذي يبتغي رضا الله تبارك وتعالى يعقد العزم ويكون صادقا في ذلك، أن يعمر هذه الأيام بالطاعة وبالقربات بما يستطيع عليه، ومنها الصيام، ومنها القيام، ومنها ذكر الله تبارك وتعالى، التهليل والتحميد والتكبير، ومنها يعني قيام الليل والصدقات. فحقيقة هذه الأيام هي نفحات من الله سبحانه وتعالى، فينبغي على المسلم يعني أن يغتنمها، كما حثنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من أناس يعني كانوا معنا في العام الماضي وانتقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب، وأعطانا الله سبحانه وتعالى فرصة يعني أن نعيش هذه الأيام، وهم يتمنون أن يعيدهم الله عز وجل للدنيا حتى يعيشوا هذه الأيام المباركة. فنحن الآن في أمنية الأموات، يعني نغتنم هذه الأيام المباركة، ربما تكون هذه يعني آخر عشر في حياتنا، والأعمار والأجال بيد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، منها حياتك قبل موتك. فنحن الآن من الله سبحانه وتعالى علينا ومد في أعمارنا حتى بلغنا هذه الأيام المباركة، فنعقد العزم على أننا نعمر هذه الأيام بسائر العبادات والقربات والطاعات، ونحيي فيها سنة التكبير. التكبير هي سنة يعني هجرها الناس، وهو يعني كثرة التكبير في هذه الأيام، وكثرة ذكر الله والتهليل. وندعو في هذه الأيام المباركة، لأن الأعمال الصالحة يعني بتكون سببا لقبول الدعاء، وأرجى لقبول الدعاء. ندعو في هذه الأيام المباركة لإخواننا المستضعفين في كل مكان، ولإخواننا في فلسطين، وأن ندعو الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى من رجس اليهود، وأن يعيد لهذه الأمة مجدها وكرامتها ووضعها، وأن ينصرها على أعدائها، وأن يعني يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يحفظ بلادنا من كل مكر وسوء، ويحفظ أهلها من كل كيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الأيام ونحن في صحة وعافية، وأن يتقبل منا فيها ما نقدمه من الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والقبول. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.